أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندي في العمل عمال غير مسلمين ولقد دعوتهم إلى الإسلام، فماذا هو الواجب علي تجاههم؟ الواجب أن تبعدهم عن بلاد المسلمين، ولا يجوز لك تستخدم عمالة كافرة تخلطها بالمسلمين. الواجب أن تبادر بإبعادهم وإنهاء أعمالهم، تأتي بعمال مسلمين والحمد لله وهم كثرة. نعم.